في غابات أوغندا باتت بقع الأرض البور كهذه مشهدا مألوفا، حيث تقلص الغطاء الشجري هنا من 24% قبل نحو 30 عاما إلى 8% فقط حاليا. وبحسب موقع Global Forest Watch فإن الغطاء الشجري في المناطق الاستوائية خسر في عام 2020 وحده نحو 50 مليون فدان. لهذا تحاول الشابة الأوغندية ليا ابنة 17 عاما وهي إحدى المدافعات عن البيئة أن تعيد زراعة غابات بلادها، وتخطط لإعادة زراعة أكثر من مليون شجرة في 10 سنوات. من أجل استعادة الغطاء الشجري المفقود في أوغندا قررت بدء مشروع يسمى أشجار أعياد الميلاد. احتفلت بعيد ميلادي في عام 2019 بزراعة 200 شجرة. فعلت ذلك مرة أخرى العام الماضي فزرعت 500 شجرة، كما أزرع شجرة لكل الذين يريدون الاحتفال بعيد ميلادهم. هذه الخطوة شجعت أخريات للانضمام إلى ليا في جهودها لإعادة زراعة الأشجار. ألهمتني ليا ودفعتني لأزرع الأشجار لأن الناس يقطعونها ولا يزرعون بدلا منها. هذه المبادرة أصبحت مصدر إلهام خارج حدود أوغندا. عبر مواقع التواصل انتقلت الفكرة إلى شبان آخرين اختاروا زراعة الأشجار أثناء احتفالهم بأعياد ميلادهم.